لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع حسين الشحات نجم النادي الاهلي. من جديد بتواصل معاك كابتن ايمن وضيوفك الكرام وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، الف مبروك الفوز، نتيجه كبيره وتاهل مستحق للنادي الاهلي مع واحد من نجوم المباراه في ظل ظروف صعبه، كان موجود النهارده مع زملائه وكان ليه دور كبير جدا في التاهل والفوز واحراز هدفين. كابتن حسين الشحات، في البدايه بتعازي كل جمهور النادي الاهلي ليك والزملاء في الاستوديو كابتن ايمن شاوي وضيوفه الكرام وكل جمهور النادي الاهلي، انت دايما كنت راضي لوالديك وربنا كرمك، ويمكن في ظل ظروف صعبه ربنا طبطب على قلبك النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، الدوام لله طبعا، يعني الحمد لله على كل شيء، وهي دي سنة الحياة، وربنا يرحمه رب إن شاء الله ويجعل سواء الجنة إن شاء الله بإذن الله، فربنا يرحمه. والجونين دلوقتي أنا بهدله ليه والمكسب بهدهم له بس، فتحياتي للاستوديو وشكرا لكم جدا حبيبي. شكرا كابتن ايمن، ده اللقاء مع كابتن حسين الشحات نجم النادي الاهلي وصاحب الهدفين الثاني والثالث النهارده، فرحه كبيره جدا هنا كابتن ايمن، فعلا جمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد ودايما عند الميعاد ودايما زي ما قلنا بيرسم اجمل لوحه هنا في استاد القاهره في كل استادات مصر. كمان كابتن ايمن اتفضل.